أهلا بكم. الموقف هو المصري دائما من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، ورؤيتها واضحة وقائمة على الحفاظ على مقدرات الدولة الفلسطينية وسلامة شعبها وحماية المدنيين وتحقيق مبادئ الشرعية الدولية، وكذلك حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الموقف المصري ظهر جليا منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، ومع استمرار العمليات وتهديد استقرار المنطقة. كان هناك تأكيد رئاسي من القيادة المصرية للحفاظ على أمن ومقدرات الدول العربية ودعم كل المدنيين، وذلك باتخاذ خطوات فعالية على المستويين الإنساني والدبلوماسي. فعلى المستوى الإنساني، وجه الرئيس السيسي بتقديم المساعدات والإغاثة العاجلة لقطاع غزة. هذا وقام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة بإطلاق قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والأدوية والمستلزمات الطبية، ومواصلة جهوده في إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها. أما مؤسسة حياة كريمة فدشنت مبادرة كتف بكتف لجمع التبرعات لصالح الفلسطينيين، وقيام الحملة الرسمية المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي بالتبرع بالدم لصالح الضحايا من الفلسطينيين. يضاف إلى ذلك رفض مصر إجلاء أي رعاية أجانب من قطاع غزة عبر معبر رفح إلا بعد إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل فوري للحيلولة دون تفاقم الأوضاع الإنسانية. وضمن الجهود المصرية على المستوى الإنساني يأتي فتح معبر رفح الحدودية، حيث أعلنت مصر عدم إغلاق المعبر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، كما طالبت الجانب الإسرائيلي بعدم استهداف المعبر من الجانب الفلسطيني حتى يتم إيصال المساعدات بشكل سليم. مصر حددت كذلك مطار العريش لاستقبال المساعدات الإنسانية من الدول ومنظمات الإغاثة، تمهيدا لتوصيلها للقطاع عبر معبر رفح في ظل حالة الحصار التي فرضتها إسرائيل على المدنيين. فاستقبلت عشرات الأطنان من المساعدات الطبية والغذائية، ولاقى الموقف المصري إشادات دولية عدة. وفي سياق الجهود السياسية، فقد جاءت التحركات الدبلوماسية في ضوء النظر إلى مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة، وبما يتوافق مع رؤيتها الواضحة تجاه القضية الفلسطينية، حيث حذرت مصر من عملية التهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي يدعو إليها الاحتلال الإسرائيلي في انتهاك القواعد القانون الدولي ومنع تصفية القضية الفلسطينية. أما على المستوى السياسي كذلك، فجاء الرفض المصري لهذا التصعيد في قطاع غزة، ومطالبة بضرورة الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي العنيف وتهديد بالهجوم البري والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ومؤكدة مسؤولية مجلس الأمن والدول الفاعلة لمنع التصعيد والدعوة إلى التهدئة. وضمن الجهود الدبلوماسية، اتصالات مكثفة للقيادة السياسية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث جاءت تنسيقات ثنائية بين مصر والدول العربية من خلال تلقي الرئيس السيسي اتصالات عديدة من القادة العرب من أجل دفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والعنف. وعلى المستوى الدولي، اتصالات عدة كذلك تلقاها السيد الرئيس من الأمين العام للأمم المتحدة والقادة الأوروبيين لتجنب توسيع دائرة الصراع وإتاحة المجال للجهود الدبلوماسية ومنع التوتر، وأيضا التباحث حول الجهود المطلوبة دوليا وإقليميا من أجل احتواء الموقف في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، ما كان هذا عرضا للتحركات المصرية التي لا تتوقف لدفع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد والعنف في قطاع غزة في ضوء النظر إلى مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة. أشكر لكم طيب المتابعة.